ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. هذا تعوذ بالله سبحانه وتعالى بذكر ربوبيته وألوهيته وملكه. وهذه الأسماء الثلاثة، رب الناس، ملك الناس، إله الناس، مرت معنا في فاتحة الكتاب، مرت معنا في فاتحة الكتاب، في فاتحة الكتاب ثناء على الله بها، وفي خاتمة الكتاب استعادة بالله سبحانه وتعالى واعتصاما به جل في علاه. في هذا الباب قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، وهو الشيطان. ذكر بهذين الوصفين، الوسواس أي الذي يوسوس، يلقي الوساوس في الصدور، الخناس أي الذي إذا ذكر الله خنس وانطرد وابتعد عن الإنسان. فهذا وصف للشيطان، أن الإنسان إذا غفل عن ذكر الله وسوس الشيطان، ألقى الشيطان في صدر الوساوس، وإذا ذكر الله خنس أي ابتعد عنه وانطرد. وهذا فيه الحث على المحافظة على ذكر الله، وأن ذلك أعظم واق للعبد من الشيطان. الذي يوسوس في صدور الناس أي يلقي الوساوس والشرور في صدور الناس من الأفكار الرديئة والعقائد الفاسدة والمعاني الخبيثة والشرور، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.